ليفو يستعد للنزول في شوط المباراة الثاني. البرنس الليبي افضل ملحن عربي يحضر في ميدان المباراة. ضربة حرة مباشرة اذا تلعب لطارق التايب في اول لمسة له في هذه المباراة. ملعوبة جول. صدقني افضل ملحن عربي. صدقني ياخذ جائزة الاوسكار. قيمة اللاعب لما تحضر طارق التايب ابن صحراء ليبو يلعب كرة على راسية المفرج والمفرج مباشرة للمرمى. اول اهداف الهلال بعرضية ينجح مع الملحن العربي الكبير الموسيقار طارق التايب. التايب يعمل له كرة للمفرج اللي حول الكرة على طول بالراس. شوف 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 الله الله على الكرة لما تجي من التايب.